كفته لذيذه جدا. الكفته بتاعتنا اللي هنعملها بالبرغل، علشان نعملها عايزين الاتي: عايزين كيلو لحمه مفرومه طبعا حسب عدد افراد الاسره، عايزين تعملوا نص اعملوا، عايزين كوبايه برغل منقوع ومتصفي، عايزين بصله فلفل حار وده اختياري طبعا، 2 معلقه كبيره بقدونس، ملح وفلفل، معلقه كبيره ليمون مبشور. علشان ندهن الكفته عايزين ميه البصل، وعايزين ربع معلقه صغيره بابريكا، معلقه كبيره زيت، بطاطس محمره للتقديم، وسلطه الطحينه برضو للتقديم. طيب احنا دلوقتي هناخد المكونات الاتيه ونحطها في الكبه: اللحمه، خلينا نعمل نص الكميه، ادي اللحمه اهي، هي كمان ميزتها ان البرغل بيزود كميه اللحمه بتاعتنا، فادي كده نص الكميه اهي. هناخد نص كميه البرغل برضو، بس خليني اغير المعلقه علشان ما انقلش حاجه للبرغل بتاعنا، بما اننا مش هنستعمله كله. النص اللي فاضل ده بقى ممكن نستعمله في التبوله، ممكن نستعمله في شوربه، زي ما احنا عايزين. البصل مش مشكله، بنقدر نحطه كله. الليمون المبشور، البقدونس، والفلفل الحراق وده اختياري. هناخد بقى دلوقتي الملح والفلفل اللي عندنا ونحط ملح وفلفل، ادي الملح وادي الفلفل. هناخد بقى الحاجات اللي حطيناها في الخلاط دي كلها وهنبتدي نضربها علشان تنعم كده وتبقى كلها يعني حاجة واحدة، غير لما ما بنطحنهاش بتبقى كده تحسوا الكفتة يعني بتحسوها كده أجزاء متجمعة، لما بنعملها بتبقى طعمها حلو قوي، بس كده بتبقى متناسقة أكتر. هنجيب شوية زيت نحطهم كده هنا، وهاخد مية البصل اللي عندنا، هي راحت فين اهي، هحط لها البابريكا اللي فضلت، وهحط لها نقطة زيت برضو، بحب احط لها شوية زيت، معلقة كبيرة كده، وهحط لها شوية ملح وشوية فلفل، شوية ملح وشوية فلفل. ادي مية البصل اللي طلعت من البصل اللي احنا قطعناه، يعني البصل اللي حاطينه في الماشين دي، البصل ده معصور، ودي مية البصل. يلا هناخد بقى دلوقتي الكفتة اللي عندنا، شكلوها زي ما انتوا عايزين، يعني زي ما انتوا عايزين، بس هو السياخ دي بتساعد كده، انه يعني بتساعدنا في التشكيل الصراحة. شكلها خلينا نحطها كده هنا، ده نحطها هنا. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنجيب فرشة وهناخد مية البصل اللي عندنا، وهندهن الكفتة بتاعتنا بمية البصل والبابريكا والملح والفلفل والزيت اللي عندنا. هناخد بقى الكلام ده كله ونحطه في الفرن على أعلى درجة حرارة، أعلى درجة حرارة من غير ما نكشفه ولا حاجة، بتقعد تقريبا بتقعد ربع ساعة.